محمود شاهين عمل حركة محدش يتوقعها مع مراته قدام الكاميرات، جميل عوض شكلها حامل، وأحمد رزق وصل مع مراته وعياله، مريم الخشد سابت شهر العسل وجت تتغزل في جوزها على السجادة الحمراء، مي سليم وقعت في ورطة مع ياسمين صبري من غير ما تاخد بالها، إنجي عالي فستانها عمل جدل، وأروى جودة بتترجم لخطيبها الفرنسي، لقطات من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يا ترى إيه اللي حصل في الافتتاح؟ إيه اللي عملته أروى جودة مع ابن جوزها على الريد كاربت؟ إيه حكاية قشر السمك مع هند صبري في المهرجان؟ يلا بينا نعرف التفاصيل دي، خليكم معايا. يا سلام على اللي حصل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ما اقولكوش على الاحداث اللي حصلت فيه ولا اطلالات الفنانات، فتحوا ودانكم معايا وركزوا كده علشان تعرفوا كل كواليس الافتتاح. مدير التصوير محمود شاهين ما قدرش يفوت حفل افتتاح المهرجان، طلع من المستشفى على السجادة الحمراء مع مراته واللي كانت لابسه فستان يزغلل العين، فجأة عمل حركة محدش كان يتوقعها وخد منها شنطتها وطلع جري اداها لحد علشان يتصور معاها، بس وهو راجع فضل يهزر من فرحته انها واقفه معاه في مهرجان. اما هي فكانت متضايقه حبتين، حتى بتقول له هو ايه ده، بتقول لي بعده شويه علشان تتصوروا، معذوره ما هي مش واخده على جو المهرجانات بس بكره تتعود. الاعلاميه انجي علي ودي بقى صاحبه الاطلاله الاجرأ في المهرجان، فستان مكشوف قوي لانه عباره عن سكيرت وتوب قصير كاب، على عكس الفنانه رانيا يوسف اللي اول مره تظهر بفستان شيك وبياكل منها حته، بس مش مثير للجدل وشكلها زهقت من حوار جدل الفساتين، بس هو يحير من جماله. مي سليم وقعت في ورطه مع فنانة ياسمين صبري بس من غير ما تقصد، وده لان فستانها اللي ظهرت بيه نفس تصميم فستان ظهرت بيه قبل كده ياسمين صبري، اصل اللي اتحطت في نفس الموقف الفنانة امينة خليل لما ظهرت بنفس التصميم والوان فستان بسنت شوقي اللي لبسته فرح ابن الاعلامية بسمة وهبة. جميل عوض عملت جدل على السجادة بعد ما ظهرت ووزنها زايد حبتين عن الاول، الصراحة حيرت الناس، وفي اللي قال انها حامل وفي اللي قال انها تخنت شوية بما انها لسه عروسة وفي ايام العسل، وبما اننا جبنا سيرة العسل فالعروسة مريم الخشد سابت شهر العسل بتاعها وجت هي وجوزها المهرجان وكانت بتتغزل بعينيها بجماله. أروى جودة ظهرت لأول مرة مع خطيبها رجل الأعمال الفرنسي واللي من كتر حبه ليها كان شايل لها الشنطة، المفاجأة إنها ما ظهرتش معاه هو بس، لأ كمان كان معهم ابنه واللي اللهم لا حسد راجل كبير طول بعرض. في وسط ما الكاميرات بتصورهم قالت بصوت عالي ده خطيبي وده ابنه، شايفين خطيبة الأب الحنين رزق، خدوا التقيلة بقى. أروى جودة طول اللقاءات واقفة بتترجم لخطيبها باللغة الفرنسية لأنه مالوش في العربي. هند صبري خطفت الانظار من الكل بفستان اخر شياكه تحسه معمول من قشر السمك بس بينور عليها، اما الفنانه غاده عادل فدي ما قدرتش تيجي من غير ست البنات بنتها مريم واللي كانت لابسه فستان احمر يزغلل العين عليها. في النهايه ايه اكتر اطلاله عجبتكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات.